اضطرابات الجوية الصيفية مستمرة على أجزاء من المملكة خلال الأيام القادمة. يتوقع بإذن الله استمرار تأثر أجزاء من القطاعين الجنوبي والغربي من المملكة خلال الأيام القليلة المقبلة بأحوال جوية غير مستقرة، بحيث تبقى فرص الأمطار على أجزاء متفرقة من نجران والربع الخالي وجنوب غرب منطقة الرياض إداريا مع تشكل التكونات الركامية فترة الظهر والمساء. تكون هذه التشكلات على مرتفعات جازان وعسير والباحة، بالإضافة إلى أجزاء متفرقة من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف، وتكون الأمطار متفاوتة الشدة وغزيرة أحيانا ومترافقة بحدوث العواصف الرعدية. هذه الاضطرابات الجوية يتوقع أن تشتد على جنوب غرب المملكة خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، لتشمل أجزاء واسعة من مرتفعات وتهامت جازان وعسير والباحة، بالإضافة إلى مرتفعات مكة المكرمة، وتكون الأمطار متفاوتة الغزارة ومترافقة بحدوث العواصف الرعدية، وتتسبب في جريان الأودية وتشكل السيول بشكل قد يكون خطير في بعض الأحيان. نتمنى السلامة للجميع. في حال أردتم المزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتطبيق طقس العرب. دمتم في أمان الله.